بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب السادس، باب ما يجزئ من عليه إتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره. عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي إتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء عجمية فقال: يا رسول الله، إن علي إتق رقبة مؤمنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة. فقال لها: من أنا؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الله. فقال: أعتقها. رواهما أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: باب ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره. هذا الباب كما هو معلوم من جملة أبواب كتاب النذر، وهذه مسألة من مسائل النذر وأحكامه، وهي: من عليه عتق رقبة فما المجزئ من الرقبة؟ ولا شك أن قد يكون سبب عقد المصنف لهذه الترجمة هو أنه جاء عتق الرقبة في كتاب الله في موضعين: موضع فيه عتق رقبة مؤمنة، وموضع فيه عتق رقبة من غير قيد مؤمنة. فالذي جاء فيه قيد المؤمنة هو كفارة القتل، ومن يقتل من خطأ ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا في كفارة القتل. بينما كفارة الظهار فتحرير رقبة، وكفارة اليمين كذلك إذا قال رقبة ولم يقل مؤمنة. فجمهور العلماء حملوا على أن المطلق على المقيد، بمعنى أن ما أطلق هناك المقصود المؤمنة، فيما كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا رقبة، هي مؤمنة فتحوا رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين رقبة من قبل أن يتماس،
ذلك تعظى به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى. وفي كفارة اليمين قال فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون من أهلكم أو كسوتهم أو تحيوا رقبة. فلم يقل مؤمنة. ومن هنا صار خلاف أهل العلم هل المؤمنة مطلوبة في كل عتق أو أن المؤمنة خاصة في قتل في كفارة القتل. فالشيخ هنا وهو الذي عليه جمهور العلماء أن أي موطن يطلب فيه عتق الرقبة فلا بد أن تكون مؤمنة، بمعنى لا يجزئ عتاق الكافر. والقول الآخر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وجمع من أهل العلم أنه في غير كفارة القتل يجزئ عتاق رقبة غير مؤمنة. لكن الشيخ هدى وكما عليه الجمهور قال لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة في جميع الكفارات. فقال باب ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره. فأورد في ذلك حديث عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة عتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. فبمعنى هذا هو القدر المجزي من الإيمان. طبعا كما هو معلوم لا شك أن المسلم أن غير المسلم يدخل بالإسلام بشهادتين، يدخل بالإسلام بشهادتين أن يشهد الله وأنه رسول الله. فإذا شهد ذلك فإنه يكون مؤمنا. ثم تأتي المطلوبات الأخرى، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقرآن والإيمان بالفرائض والأحكام، هذه تأتي. فالأصل هو الشهادتان. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذه الأمة حينما استشكل سيدها قال إن علي عتق رقبة فهل تكفي؟ فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمن بالبعث يعني اليوم الآخر؟ قالت نعم. قال أعتق يعني فإنها مؤمنة. وأن هذا كافي في وصف هذه المرأة بالإيمان، وكذلك الرجل طبعا. وحديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية يعني غير عربية، فقال يا رسول الله بمعنى أنها لا تعرف العربية فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها هكذا سبابة. فقال لها من أنا؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله وإلى السماء بمعنى أنت رسول الله، أي أنت رسول الله. فقال أعتقها. أيضا هذا على حسب ما عقد المصنف في ترجمته أن هذا هو الكافي أو المجزئ في وصف العبد أو الأمة بالإيمان أو أي مسلم، هذا كافي. وإن كان طبعا مطلوب منه المطلوبات الأخرى، لأن معلوم كما تعرفون أحكام الإسلام يعني أركان الإسلام الستة، أركان الإيمان الستة، وكذلك أيضا أركان الإسلام الخمسة، كل هذه لا شك لا بد من الإيمان بها ولا بد من الإتيان بها. الصلاة مثلا والزكاة والصيام والحج، هذه كلها لابد أن يشهد وأن يؤمن المسلم بأنها من أركان الإسلام. لو أنكر الحج فإنه يكفر، أو أنكر الزكاة فإنه يكفر، أو أنكر الصيام، لأن هذه كما يقول العلماء من المعلوم من الدين بالضرورة، وأنه تواتر على ذلك النصوص والأدلة
وإجماع المسلمين على أن هذه هي أركان الإسلام، فمن جحد شيئا منها ولم يقر بوجوبها فإنه كافر. الشهادتان والصلاة والصيام والحج والزكاة، وطبعا اليوم الآخر، وهذه أركان الإيمان، الملائكة والنبيين والقدر واليوم الآخر، فهذه كلها من أركان الإيمان، فمن جحد شيئا منها فإنه كافر خارج من الملة. لكن المطلوب الأول هو الشهادتان، بمعنى أن ينطق بالشهادتين ويعترف بالشهادتين ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله، ثم تأتي بقية الأركان. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حينما سأله صاحب الأمة قال هل هذا كافي، فلما سأله واعترفت قال هذا كافي فأعتقها فإنها مؤمنة. وفي قوله إن الله قال في السماء، هذا إذا أشار إلى أن الله إلى أن الله سبحانه وتعالى له صفة العلو وأنه في السماء وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى بين عن خلقه، وهذا لا شك طبعا من كذلك من ما يجب الإيمان به كما عليه السنة والجماعة، وهو أن لله سبحانه وتعالى صفة العلو وأنه في السماء سبحانه وتعالى، وأنه بخلاف من يقول أن تعالى الله عز وجل أنه حال في كل مكان، فهذا كما يقولون هذا هو مذهب الحلولية، وهذا لا يجوز، هذا قد يؤدي الكفر. وإنما الله سبحانه وتعالى في وفي السماء مستوى عن عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وبائن عن خلقه، وكذلك كل صفاته سبحانه وتعالى نؤمن بها على ما وصف به الله سبحانه وتعالى نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وإنما على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلاحظ هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذن إثبات ونفي أو نفي وإثبات. ليس كمثله شيء بمعنى أنه لا يشبه أحد سبحانه وتعالى، أحد من خلقه. فحينما نؤمن بصفات الله عز وجل التي وصى بها نفسه، هذا لا يعني أننا نشبه بخلقه، فنحن نؤمن بها من غير تشبيه ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا نقول مثل كذا ولا كيف كذا، وإنما على حسب ما وصف به نفسه وعلى ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومثله الاستواء عند الله مستوى على عرشه، فلا نقول كيف استوى، وكما سئل الإمام مالك رحمه الله سأله قال كيف استوى، سأل كان مالك رحمه الله في حلقته مع طلابه، جاء رجل حلقة يا يرحمك الله كيف استوى، فأتى بالكلام المحكم فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ثم قال ولا أراك إلا مبتدعا، وأمره أو أبعده عن حلقته. فلاحظ هذا التحقيق، الاستواء معلوم، يعني الله أخبرنا مستوى على عرشه، لكن الكيف لا نعرف، لا نقول جالس ولا نقول غير جالس ولا نقول كذا ولا نقول تعالى الله عز وجل، إنما نقول مستوى، وهذا أمر ظاهر، وكل صفاته كذلك. مثلا حينما يقول إن الله سميع وبصير، يعني يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، ولكي يتضح ذلك لاحظ أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع بصير، ووصف الآدمي بأنه سميع بصير، فقال إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال الله عن نفسه سبحانه وتعالى وكان الله سميعا بصيرا،
معلوم أن السمع هذا غير السمع هذا، فابن آدم سميع بصير والله سميع بصير، ولكن هذا غير هذا. فالله سبحانه وتعالى له سمع يليق بجلاله، ولا نقول آذان، ولا نقول له صوان، ولا نقول له أذن وسطى وأذن دنيا، ولا أذن تعالى الله عز وجل. كذلك حينما يتكلم سبحانه وتعالى، الله أخبرنا يتكلم وأنه كلم موسى تكليما، وأنه القرآن كلام الله، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى، وأنه يوم القيامة كل مكلفين يكلفهم يوم القيامة ليس بينهم، وكما قال موسى ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فحينما يقول إن الله يتكلم لا يلزم منه أن نقول له شفتين أو له أسنان أو له لسان تعالى الله عز وجل، إنما تكلم بكيفية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يلزم التشبيه. ومثله إثبات الوجه وإثبات اليد، لا يلزم أننا حينما نثبت صفاته أننا نكون مجسمة تعالى الله، وإنما نثبتها كما أثبتها نفسه على وجه يليق بجلاله. وكذلك هنا حينما قال أين الله، قال في السماء وأشار إلى السماء، يدل على أنه سبحانه وتعالى له العلو وأنه مستوى على عرشه بائن عن خلقه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. الحاصل أن الكفارة من عليه كفارة عتق رقبة، فالقول الراجح أنها تكون مؤمنة في جميع الكفارات المطلوبة، سواء كانت كفارة ظهار أو كفارة قتل أو كفارة يمين. طبعا كفارة اليمين كما تعرفون، أو حتى كفارة الظهار والقتل كلها معلوم أنها على الترتيب، اليمين على التخيير والظهار على الترتيب والقتل على الترتيب. فمن قتل خطأ فإن عليه عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذن هي على الترتيب، لكن ليس فيها إطعام. القتل كفارة القتل ليس فيها إطعام، إنها فيها عتق رقبة، فإن لم يجد فإن يصوم شهرين متتابعين. بينما كفارة الظهر من ظاهر من امرأته قال أنت عليك ظهر أمي، فإنه لا يطأها حتى يكفر من قبل أن يتماسى، فيعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. هذا في الظهار. أما القتل ما في ما في ما في إطعام. كذلك إذا من جامع في نهاية رمضان فإنه بين يكفي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، وفإن لم يستطع يصوم يطعم 60 مسكينا. هذا في كفارة الصيام. اليمين مخير، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك أو كسوته أو تحرق رقبة، يعني مخير. هذه إما أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم أو أن يعتق رقبة، معنى ليست واجبة بالترتيب وإنما بالتخير. والغالب كما تعرفون الناس أكثرهم طبعا يعني يطعمون لأنه أسهل، إطعام أسهل. وخطأ بعض الناس أنه يظن إذا صار عليه كفارة يمين يصوم، هذا غلط. الصيام إذا لم يستطع لا 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 مخير، الصيام له مخير، لا 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 يعني لا 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 الصيام على الترتيب. خطأ أن يصوم وهو قادر على الإطعام أو على الكسوة أو العتاق، فيطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلهم أو كسوة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فلا يرجع للصيام إلا إذا كان لا يجد أو لا يقدر على الإطعام،
ولهذا بعض العام ما يخطئون يظن حينما تكون عليه كفارة يصوم، لا ما يكفي الصيام إلا إذا كان عاجز وغير مستطيع أن يطعم، فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. فإذا لم يستطع هذه الثلاثة المخير فيها فينتقل حينئذ إلى صيام ثلاثة أيام. الباب السابع، باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة. عن جابر أن رجل عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود. ولهما عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق، لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة شكت شكوى فقالت: إن شفاني الله فلأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها فأخبرتها بذلك، فقال: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة إلا أبا داود. ولأحمد وأبي داود من حديث جابر مثله. وزاد: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. وكذلك لأحمد من حديث عبد الله بن الزبير مثل حديث أبي هريرة. وزاد: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. ولمسلم في رواية: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد. رحمه الله. باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة. أيضا هذه مسألة من مسائل النذر، مسألة من أحكام النذر، وهو أنه إذا نذر أن يصلي في مكان معين أو يذبح كما مر معنا الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة أو في أي مكان، فإنه ينفذ في الذي حدده ما دام ليس فيه يعني وثر مثل الجاهلية ولا صنم ولا عيد من عيادهم كما مر معنا. وهنا كذلك أيضا إذا نذر أنه إن مثلا شفى الله مريضي أن يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى. الأصل فيه أنه إذا حدد مكانا أنه يفي به ما دام أنه ليس فيه أمور جاهلية وليس فيه أمور ممنوعة شرعا، فإذا حدد مكانا يلتزم به. لكن هنا إذا كان حدد مكانا ويوجد ما هو أفضل منه، فهذا الشيخ يقول: من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة لأنها أفضل. بينما لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام لا يكفيه أن يصلي في مسجد المدينة ولا في مسجد الأقصى، لأن المسجد الحرام أفضل. ولو نذر أن يصلي في المسجد النبوي لا يكفيه أن يصلي في مسجد الأقصى،
لأن المسجد النبوي أفضل. ولو نذر أن نصلي في المسجد الأقصى لا يكفي أن نصلي في أي مسجد من مساجد المسلمين، لأن المسجد الأقصى أفضل من 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 سائر المساجد ما عدا مسجد الحرام ومسجد النبوي. فمن هنا قال الشيخ: باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة لأنها أفضل، لكن لا يصلي في مسجد أقل فضلا. فقال عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، فتح مكة يعني، يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. طبعا شكرا وفرحا، بمعنى أنه إذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله له مكة لا شك أن هذا فتح عظيم. فهذا الرجل من إيمانه ومن تشوفه إلى أن يفتح الله مكة لنبيه نذر هذا النذر الذي يتقرب فيه الله. فقال رسول الله طبعا تطلعه لأنه مسجد الأقصى بعيد، فهو يريد الفضل من حيث أنه سوف يقطع مسافات تقريبا ما بين مكة والمدينة في ذلك الوقت يكون شهر حتى يصل، وبينهما فيافي وقفار وصحارى، فهو أراد هذا الأجر والثواب في السعي إلى المسجد الأقصى. فقال يا رسول الله: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صليها هنا، لأن الرسول في مكة، الفتح في مكة، صليها هنا، بمعنى الحرم لأنه أفضل من المسجد الأقصى. فسأله فقال: صليها مرة، كرر عليه السائل، كرر على النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. فسأله المرة الثالثة قال: شأنك، يكفي لو صليت في المسجد الأقصى، لكن هنا أفضل، وهنا أفضل من المسجد الأقصى. فالمقصود أنه ما دام أنه نذر في مكان وهناك أفضل منه فإنه يكفيه الأفضل منه ولا يحتاج أن يذهب إلى المكان الذي أقل فضلا. لكن لو أنه فعلا لم يفعل وإنما ذهب إلى المسجد الأقصى فلا إشكال. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما كرر عليه قال: شأنك، إذن فلو ذهب فإنه يكفيك، لكن هنا أفضل. ولهما عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحمد وأبي داود بهذا الخبر. وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك ذلك كل الصلاة في بيت المقدس، بمعنى إشارة إلى مسجد فضل المسجد الحرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة شكت شكوى يعني مرضت، فقالت: إن شفاني الله فلا أخرجن ولو صلينا فلا أصلينا في بيت المقدس. فبرأت ثم تجهزت، يعني تريد أن تذهب إلى المسجد الأقصى وهي في المدينة طبعا تريد الخروج. فجاءت ميمونة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، طبعا تسلم عليها سلاما عادي، ما كانت تعرف أن عندها يعني أن سوف تذهب، ليست تودعها، لا، تسلم سلام عادي. فأخبرتها بذلك، يعني أخبرتها بقصتها وأنها سوف تذهب إلى بيت المقدس لأنها نذرت إن شفاها الله أن تذهب إلى هناك. فقالت: اجلسي فكلي ما صنعتي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، بمعنى أن مسجد النبوي أفضل من جميع المساجد ما عدا المسجد الحرام، فصليها هنا ولا يحتاج أن تذهب إلى بيت المقدس. هذا هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث وقبله. وفي قوله إلى مسجد الكعبة يعني مسجد الحرام، وإضافته للكعبة طبعا لا يعني أن الحرم مقصور على الكعبة،
إنما إضافة كما مسجد الكعبة، مسجد مكة، مسجد، فالإضافة هذه لا تقتضي تخصيص. ولهذا بعض العلماء يستدل بهذا على أن 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 الفضل مقصور على المسجد فقط، وليس مكة كل حرام، ولا يظهر في هذا دلالة في قول مسجد الكعبة، لأنما إضافة كما هو معلوم المسجد يضاف للكعبة وباعتبار وجود الكعبة فيه، ويضاف إلى مكة كما يقول مسجد مكة ومسجد الحرام، بدليل أن الإضافة إلى الكعبة لا تعني اقتصار الحرم على المسجد وحده، وإنما الحرم هو كل ما كان داخل حدود الحرم، لأن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة، فقوله هديا بالغ الكعبة معلوم عند 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 جميع المسلمين أن المراد مكة كلها، ولا أحد يقول إن الإنسان يأتي بالحرم يأتي بالهدي ليذبحه عند 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 الكعبة، وإنما المقصود في الحرم داخل الحرم. وكذلك يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، المقصود الحرم بمعنى الحرم كله وليس المسجد وحده. المقصود أن ترتيب هذه المساجد الشريفة بالفضل أفضل هو المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام فإنه بمائة ألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة. ولأحمد وأبي داود بن حديث جابر مثله، وزاد وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى. وكذلك لأحمد من حديث عبد الله بن زبير مثل حديث أبي هريرة، وزاد وصلاة في الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا. وأبي هريرة الآخر أيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، بمعنى أنه لا تسد الرحال عبادة يتقرب بها إلى الله إلا لهذه المساجد الثلاثة، بمعنى لا يجوز سد الرحال قربة للقبور مثلا أو لزيارة أو فهذا يفيد أن شد الرحال قربة وعبادة هذا لا يكون إلا لهذه المساجد الثلاثة، طبعا ما عدا طبعا التي في طبيعتها عبادات مثلا كان يذهب لبر والديه لا شك أنه مأجور، أو يذهب إلى طلب العلم يسافر هذا معلوم أنه يؤجر، لأنه ليس لأن العبادة في طلب العلم، شد الرحال طلب العلم أو لزيارة الوالدين أو لزيارة الرحم، أما شد الرحال لزيارة قبور أو لزيارة أو حتى مساجد أخرى غير مسجد الثلاثة هذه الأحاديث تدل على المنع منها والله أعلم. نعم. الباب الثامن، باب قضاء كل المنذورات عن البيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم يقضه، فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضها عنها. رواه أبو داود والنسائي وهو على شرط الصحيح. قال البخاري وأمر ابن عمر امرأة جارت أمها على نفسها صلاة بقباء يعني ثم ماتت فقال صلي عنها. قال وقال ابن عباس نحوه. قال باب قضاء كل المنذورات عن الميت، بمعنى أن الميت إذا مات وعليه نذر فإن وليه يقوم به عنه، لو قال لله علي أن أتصدق بكذا أو علي أن أصلي أو أتي بعمرة في الحرام أو كذا ومات ولم يفي فإن وليه يقوم به،
لكن ليس على جهة الوجوب، لا يلزم وجوبا، وإنما يستحب، يستحب لأنه ليس على جهة اللزوم. قال أن السعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال اقضيه عنها. طبعا إذا كان مالي مثلا تتصدق تصدق بألف ريال لله علي أن أتصدق بألف ريال ومات، إن كان من تركته فلا بد أن يقضى من تركته قبل قسمة الميراث. حقوق الله عليه زكاة مثلا أو عليه نذر أو عليه كفارات، فإنها تؤخذ من التركة قبل أن تقسم. كما أن حقوق الآدميين إذا كان عليه ديون حقوق الآدميين فإنها تؤخذ من التركة قبل أن تقسم، فينظر ما كان عليه من حقوق يبدأ بها، وما يبقى يقسم على الورثة. فإذا مات وعليه نذر 1000 ريال أو 10,000 ريال أو 5,000 ريال مثلا فإنه تؤخذ من تركته وتقضى عنه. أما وليه إذا كان ما لم يخلف شيئا فهذا يحسن أن يفي عنه، لكن لا يجب أن تخرج من مالك عن الميت حتى ولو كان أباك ولو كان أمك ما يلزم، لكن أحسن تخرج، لكن لزوم لا، إنما لازم في ماله هو إن كان له مال. أما إذا كان ليس له مال فأنت لا يلزمك أن تخرج عن الناس حتى ولو كان أمك وأباك، لكن مستحب أن تخرج. قال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. قال البخاري وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها أصلاة بقباء، بمعنى أنها نذرة تصلي بقباء لكنها ماتت قبل أن، فقال ابن عمر صلي عنها، صلي عن أمك. سواء وارث أو كان ابن أو بنت أو حتى من المسلمين من إخواني وأصدقائه أراد أن يعني يؤدي ما 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 لم يؤديه الميت وكان عليه لازما إما صلاة أو صياما أو فلا مانع أو صدقة فإنه يقوم بها. ومن مات عليه صوم صام عنه وليه سواء كان نذرا أو كان حد من رمضان أو غير ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.